وتنضم إلينا من الرباط مراسلة الغد فدوى المرابطي. إذا فدوى، هل نحن بصدد هدوء حذر قد تشتعل فيه المواجهات مرة أخرى؟ صباح الخير. أول شيء، عندما نتحدث عن هجوم بأربعة صواريخ فإننا نتحدث عن وجود حرب، عن أن هناك حالة توتر شديدة في المنطقة، وهذا غير صحيح. حسب اتصالنا ببعض المتواجدين هناك في منطقة القرقرات وبعض المصادر أيضا المطلعة، أكدت لنا على أن الوضع هادئ وجد طبيعي، وعلى أن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا ومن موريتانيا إلى جنوب الصحراء بمنطقة القرقرات عادية ومؤمنة بشكل طبيعي. هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى حرب يمكن وصفها بحرب إعلامية. لماذا؟ لإصدار بلاغات وهمية تحاول من خلالها لفت الانتباه إلى أن المنطقة تعيش حالة حرب. هل هذا يعني أن المغرب ينفي إطلاق أربع صواريخ؟ انتصرت فدوى؟ حسب ما وصلنا من مصدرنا، دائما يعني ومنذ لجوء المغرب وتدخله الحاسم لتأمين معبر القرقرات كانت هناك استفزازات من جبهة البوليزاريو الانفصالية، لكنها استفزازات بسيطة سرعان ما كانت يرد عليها المغرب دون أن تسجيل أي خسائر، خاصة خسائر بشرية. جبهة البوليزاريو الانفصالية تروج في بلاغات وهمية. نحن اليوم في أزيد من 40 بلاغ صادر عن جبهة البوليزاريو الانفصالية تقول فيه على أنها تشن حرب صواريخ وما إلى ذلك، لكن الوضع هادئ تماما، وهذا ما عشناه نحن بدورنا حين تواجدنا سابقا في منطقة المحبس في تغطية. صدر يومها بلاغ يقول بأن هناك حرب وأن هناك حالة من الرعب وحالة من الحرب، ولم يكن الأمر صحيح، وقمنا بعملنا وكانت الأجواء جد هادئة وجد طبيعية. هي محاولة فقط للفت الانتباه، محاولة للهروب إلى الأمام من طرف جبهة البوليزاريو الانفصالية، بعدما نجح المغرب في تحقيق اختراقات دبلوماسية جد مهمة، وكانت آخرها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أيضا الاجتماع الوزاري الذي نظمه المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وحضرته 40 دولة أيدت في هذا الاجتماع كل الخطوات التي يتخذها المغرب وعبرت عن دعمها الكامل لمقترح المغرب للحكم الذاتي تحت سيادة، أيضا الدينامية الدبلوماسية، فتح القنصليات وغيرها. نعم، من النقاط التي تحسب للمغرب في الدفاع عن حوزة وطنه. المغرب ما يزال حسب ما قاله جلالة الملك محمد السادس متشبت ب الشرعية الأممية، لكن المغرب سيظل أيضا حازما وسيرد على أي استفزازات تصدر عن جبهة البوليزاريو الانفصالية والتي من شأنها أن تزعزع أمن واستقرار المنطقة. المغرب متمسك أيضا بوقف إطلاق النار، لكنه نعم. أشكرك شكرا جزيلا من الرباط، كنت معنا مراسلة الغد فدوى المرابطي.